تداعيات قصف مطار السليمانية تتفاعل. قائد قوات غزة يتهم أردوغان بمحاولة اغتياله، وواشنطن تفتح تحقيقا بالحادث. في طريقها إلى الرسمي، العملة المحلية تستعيد لياقتها أمام الدولار، والموازنة تراوح مكانها بأروقة البيت التشريعي. بأعداد لا تحصى وأموال لا تعد، المشاريع الوهمية تبتلع مليارات العراق، والبرلمان يستنفر لجانا لتطويق فاسديها. للمرة الأولى منذ سنوات، وفد سعودي في طهران، وإسرائيل تقصف أهدافا سورية ردا على صواريخ أطلقت على الجولان. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة. أدانت بغداد الاعتداءات السافرة لتركيا غداة القصف الذي استهدف مطار السليمانية، متوعدة بموقف حازم لمنع تكرار تلك الاعتداءات مستقبلا. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان أنه لا يوجد مبرر قانوني يخول للقوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية، داعية أنقرة لتقديم اعتذار رسمي وحل مشكلاتهم الداخلية من طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية. في الأثناء، أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج للمسؤولين في السليمانية أن رئيس الحكومة محمد الشاع السوداني حريص على تحقيق الأمن في عموم البلاد لا سيما إقليم كردستان. الأعرجي الذي وصل السليمانية في وقت سابق على رأس وفد رفيع المستوى للتحقيق بحادث مطارها، أكد أن أمن السليمانية هو أمن الجميع، وأن انتهاك السيادة في أي مدينة من العراق هو انتهاك لسيادة العراق كله، وهو أمر غير مقبول. في الأثناء، اتهم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة اغتياله، وشدد عبدي على أن أردوغان يحاول عبر الهجوم استكمال مخططاته الداخلية والخارجية ووضعها في خدمته لكسب الانتخابات المقبلة وخلق حالة من الفوضى وخلط الأوراق بين القوى الكردية في إقليم كردستان العراق المجاور. يأتي هذا بالتزامن مع نفي القيادة العامة لقوات غزة تعرض قائدها لمحاولة اغتيال ووجوده في مدينة السليمانية. إلى ذلك، أكد مسؤولون في القيادة المركزية الأمريكية فتح تحقيق بشأن استهداف قائد قوات سوريا في السليمانية. وقال المتحدث باسم القيادة الكولونيل جو بوتشينو أن 3 عسكريين أمريكيين كانوا في قافلة قائدة القوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أثناء استهداف سيارته قرب مطار السليمانية، مؤكدا معارضة واشنطن لأي عمل يهدد سلامة وأمن الأفراد الأمريكيين، فيما أشار إلى أن القوات لا تزال في العراق وسوريا لدعم القوات المحلية الشركة لتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش. في السياق، رفض نائب رئيس حكومة كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قوبات طلباني بيان المتحدث باسم حكومة الأقليم حول انفجار مطار السليمانية. وقال طلباني أن المتحدث باسم حكومة كردستان جوتيار عادل يمثل حزبا واحدا فقط في الحكومة ولا يمكنه التحدث باسم الحكومة كلها. هذا وكان جوتيار عادل قد حمل الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤولية انفجار مطار السليمانية قائلا أن هذا الوضع هو نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية واستخدامها في أعمال غير قانونية. نتحدث عن هذا الموضوع مع عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد أحمد هركي، أهلا بك معنا. حياك الله، إن كنت تسمعني سيد أحمد. تحية لحضرتكم مشاهدي قناة الرابعة الكرام. حياك الله، يعني نبدأ من ما انتهى إليه الخبر السابق وكلام المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار
واتهامه المبطل للاتحاد الوطني، يعني برأيك هل هذا هو الزمان والمكان المناسبين لإطلاق مثل هكذا تصريحات؟ نعم. بصراحة تصريح السيد جوتيار عادل لم يكن موفقا أبدا، يعني مثلا يجب أن يكون في هكذا مواقف وهكذا اعتداءات تتعرض لها مدن من مدن الأقليم، وهي قضية تتعلق بإقليم كردستان وأيضا بالسيادة العراقية أيضا، لأنه مطار مدني تم استهدافه من قبل طائرة مسيرة. من الأفضل البيانات يجب أن تمثل على معظم الأطراف السياسية وأن يكون هناك توجه حكومي رسمي. الخطاب كان يعني خطابا حزبيا أكثر مما كونه يمثل خطابا حكوميا، وفي نفس الأوقات كان يعني أقرب لوجهة نظر التركية، وفيه يعني اتهام للاتحاد الوطني الكردستاني حتى قبل بدء لجنة التحقيق. يعني في هكذا مواقف يجب أن يكون هناك موقف يعبر عن الحالة بصورة حقيقية، وأيضا بانتظار التحقيق ما سيسفر عنه. يعني ربما موقف، وليس ربما بل بالتأكيد أن موقف الحكومة العراقية كان أكثر واقعية وأكثر قربا من الواقع، وأرسل لجنة برئاسة السيد قاسم العرجي وعضوية السيد عبد الوهاب الساعدي والسيد حميد الشطري، وجاءوا إلى محافظة السليمانية والتقوا بالقيادات الأمنية والسياسية. لذلك البيان لم يكن موفق ويعكس حالة يعني العلاقات السيئة بين الحزبين، الذي سابقا نعم كانت نمر بأزمات، ولكن خطورة الموقف الحالي أن هذا يعني أصبحت تنعكس على الأجهزة التنفيذية وهي حكومة الأقليم، وأيضا هناك اعتبارات أمنية خطيرة يعني بسبب سوء العلاقة. لذلك البيان لم يكن موفق، ويعني ساهم في زيادة التراشق الإعلامي بين الحزبين، وهذا مع الأسف مع كل تطور أو اجتماع يحدث لتقريب وجهات النظر تظهر هنا يعني بعض الأصوات التي تحاول يعني تخلق أزمات ومن ثم تخلق حالة من التباعد بين الحزبين. نعم. طيب لو نبقى في البيان وبعض النقاط التي أشار إليها جوتيار، برأيك أين أراد أن يصل بقوله أن المؤسسات الحكومية في السليمانية محتلة وتستخدم في أعمال غير قانونية، وكأن المؤسسات في أربيل في دولة أفلاطون الفاضلة؟ لا بصراحة يعني أنا قد حضرتك يعني بصراحة هو التصريح أيضا يعني لا يستحق الوقوف عنده، ولكن في صورة أخرى هو تحدث عن أمور يعني استباقية وأمور بعيدة عن الواقع، لذلك جاء الرد يعني مثلا من بعض قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني وأيضا من السيد قباط طالباني والمكتب السياسي. لذلك يعني هكذا يعني التصريح أنا برأيي لا يستحق الوقوف عنده كثيرا، ولكنه ساهم بنوع من يعني مثلا تخلق التباعد بين يعني بين الحزبين الرئيسيين. طيب لو نتحدث عن قصف مطار سليمانية، ماذا أرادت أنقرة؟ هل فعلا يعني هي أرادت اغتيال قائد قصد، أم هي رسالة أرادت إيصالها سواء للسليمانية أم للمعارضين إليها؟ بصراحة التحليلات عديدة يعني، ولكن بكل الأحوال يعني قبل التحدث عن التحليلات، يعني مثلا الحدث مطار مدني هذا لسلطة الطيران المدني العراقي، وهذا المطار يلتزم بالقوانين واللوائح الدولية، هناك حسابات داخلية تتعلق يعني عادة الحزب الحاكم في الحكومة التركية وفي تركيا يقوم بأمور خارج الحدود التركية، مشاكل قومية للناخب التركي، وخصوصا تركيا مقبلة على انتخابات يعني بعد شهرين. لذلك العملية ليست بعيدة عن هذه الحسابات. مهما كانت الاعتبارات، أنا برأيي كانت هناك أمور يعني مثل نوع من التعامل بين الحكومة العراقية والحكومة التركية، يعني يجب أن لا هناك استهداف يعني واستهداف يعني أنا برأيي مهما كانت الاعتبارات يعتبر يعني تهديد للسلم الأمني وخلق للسياده. طيب الاتحاد الوطني مطار السليمانية هو خاذل لسلطه الطيران المدني العراقي. طيب انتم في الاتحاد الوطني هل كانت لديكم تحركات قمتم بها سواء مع بغداد او مع انقره للحصول على ضمانات بان لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات؟ فيما يخص هذه الجزئية يعني الأحداث متسارعة، يعني قبل هذا عملية الاعتداء كان هناك إيقاف الرحلات الجوية إلى من وإلى مطار السليمانية، وأيضا يعني مثلا أي طائرة عراقية أو أجنبية بالمرور في الأجواء كانت قادمة إلى مطار السليمانية.
لذلك نحن ننتظر يعني ما سيصدر عنه يعني الوفد الامني الذي زار السليمانيه يوم امس، وبانتظار موقف الحكومه العراقيه. وقلت حضرتك العراقيه سياسه تقوم على يعني دول الجوار، وكذلك عدم دول الجوار بالتدخل في الشؤون الوطنيه او الشؤون للعراق. نعم، الشكر الجزيل لعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد احمد الهركي، كنت معنا عبر سكايب. نجا أمر قوات المهمات الخاصة في تون كوبري علي محمد نامق من عملية اغتيال بعد أن أمطر مسلحون يستقلون دراجة نارية منزله في كركوك بوابل من الرصاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل شوية تعرضنا إلى عملية اغتيال، الحمد لله والشكر. أكو دعايات أنه مصابين أو جريح، الحمد لله والشكر ما عندنا اي اصابه، بس اضرار ماديه، عندنا اصابات خفيفه عدت ان شاء الله. نستنكر هذا العمل وان شاء الله احنا نلاحقهم القوات الامنيه بكل صنوفه تلاحق هذول الجبناء. احنا موجودين واحنا هنا دائما، وين ما يريدون احنا موجودين، احنا عدينا الاقوى من هذني. هاي الاشياء ان شاء الله لا تخلينا نرجع لي ورا ولا نبتعد عن هاي القضيه، القضيه هاي قضيتنا وهذا المكان مكاننا، وان شاء الله الجايات يثبت من هنا الحاكم والمن الحكم. تمكنت قوات تابعه للحشد الشعبي من معالجه تجمع لداعش الارهابي شرق صلاح الدين. وذكر الحشد في بيان أن قوة من اللواء 22 في الحشد الشعبي عالجت تجمعا لداعش الإرهابي في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين. وأضاف البيان أن القوة استهدفت تجمعا للإرهابيين بعد عملية رصد دقيقة، ووجهت القوة ضربات مباشرة ودقيقة لهم. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية إنقاذ عدد من رعاة أغنام حاصرتهم مفرزة إرهابية في الأنبار. وذكرت المديرية في بيان أن قوة مشتركة تمكنت من فك الحصار على رعاة أغنام حاصرتهم مفرزة إرهابية بقضاء الرطبة بمحافظة الأنبار. وأضافت أن العملية أسفرت عن قتل أحد عناصر داعش الإرهابي والمسمى أبو مجهد التابع لمفارز صحراء الشامية. شدد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني وحكومة كردستان جرفان بارزاني على ضرورة تنفيذ اتفاقية البدء بإعادة تصدير نفط الإقليم. رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه رئيس الإقليم أكد على أهمية استمرار حوار حكومتي المركز والإقليم لمعالجة جميع المشاكل العالقة بين الطرفين. من جانبه جدد بارزاني دعم كردستان لرئيس الوزراء وحكومة العراق وتنفيذ المنهاج الحكومي. في الأثناء وصفت وزارة الخارجية الأمريكية اتفاق حكومتي المركز وكردستان على استئناف تصدير نفط الإقليم بالانتصار للعراق بأسره. مساعد وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليف خلال اتصالها برئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني أكدت دعم بلادها لتنفيذ الاتفاق بالكامل، فيما أشار بارزاني إلى أن التقدم المحرز مع الحكومة الاتحادية برئاسة السوداني
يعد أساسا لعهد جديد من التنسيق بعيد المدى بين أربيل وبغداد. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أن الموازنة تتضمن العديد من الأبواب والفقرات الخاصة بتطوير البنى التحتية والمشاريع. وذكر المندلاوي خلال استقباله عددا من شيوخ ووجهاء منطقة بغداد الجديدة أن الموازنة المقبلة ستقر قريبا بما ينسجم مع المنهاج الوزاري لحكومة الخدمة الوطنية، مشددا على أهمية المتابعة الدائمة لملف الخدمات وتطوير البنى التحتية بما يضمن حياة كريمة للمواطنين. هذا وتنتظر المالية النيابية عقد عدة اجتماعات مع الوزراء المختصين لإجراء التعديلات اللازمة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية. وقال عضو اللجنة جمال كوجر أن هناك ملاحظات عديدة حول تشريع موازنة لثلاثة سنوات داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن الموازنة قد ستشهد تعديلات على بعض بنودها وفقراتها في ظل العجز الكبير. اللجنة المالية النيابية حددت عددا من الملاحظات في مسودة الموازنة الثلاثية، فيما أشارت إلى أن سلم الرواتب لم يضمن بقانون الموازنة. عضو عن اللجنة مصطفى القرعاوي قال أن تحديات كثيرة تواجه البنود المثبتة في الموازنة الثلاثية، منها القروض وحجم النفقات والعجز، لافتا إلى عدم وجود اتفاق حالي حول تمرير القانون لثلاث سنوات قادمة. مد وجزر يشهده الموقف النيابي أزاء تعديل قانون سلم الرواتب الجديدة. اللجنة المالية وضعت عليه العديد من المؤشرات من بينها عدم مراعاة جميع شرائح الموظفين، فيما يتوصل التحرك صوب استحصال صيغة تضمن العدالة لجميع موظفي الدولة. عود إلى الواجهة من جديد. الحراك النيابي والحكومي لتعديل قانون سلم الرواتب مشروع كان أبرز الحاضرين على طاولة النقاش البرلمانية في دورته الثلاث الماضية، لكن كضيف شرف دون إقرار. أما اليوم فتواجه هذه المساعي بإرهاصات العجز المالي في الموازنة الثلاثية واتساع النفقات التشغيلية وتذرع بعض الوزارات بقوانينها الداخلية. سلم الرواتب جاء للمجلس النواب ومن ثم سحب من قبل الحكومة واليوم رجع للحكومة. طبعا يتحدث كان الغرض من إقرار سلم الرواتب هو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكن تفاجأنا أنه بعض الوزارات تتحجج بأنه لديها قوانين خاصة بها، فبالتالي إذا كان التغيير سيشمل وزارات معينة على حساب وزارات أخرى لن نمضي بهذا التعديل. بالتأكيد إقرار القانون فيما يخص سلم الرواتب الجديد سيضيف عبئاً كبيراً على الموازنة، إضافة إلى العجز الموجود بحدود 65%. أعتقد الموضوع لا زال قيد الدراسة، خصوصاً وأن الموازنة هي لمدة 3 سنوات، سيكون العبء لمدة 3 سنوات. الإنفاق الحكومي إنفاق كبير، 70% رواتب و 30% للخطط التشغيلية. رؤية اقتصادية تذهب باتجاه إمكانية تشريع قانون سلم الرواتب من طريق تدوير مخصصات الوزارات ذات السقوف العالية وتخفيض أو ضغط مخصصات المناصب العليا، فضلاً عن إيجاد السبل الناجعة لتقليص فجوة العجز في الموازنة المالية. هناك تحرك على قضية زيادة أو رفع رواتب الموظفين في الدولة. الصيغة اللي الآن قد تتخذ أنه يأخذون من بعض الوزارات اللي راتب موظفيها عالية، ممكن أن يأخذون نسبة من هذه الرواتب العالية يخصصوها للوزارات اللي رواتبها متدنية. وبحسب الجداول المقترحة ضمن هذا التعديل، زيادة الرواتب الإسمية للموظفين لما نسبته 150% من الدرجة العاشرة صعودا إلى نسبة 10% لموظفي الدرجة الأولى، وبذلك تتحقق الزيادة للدرجات بين الرابعة إلى العاشرة لمعالجة التدني في السلم القديم. وتبين اللجنة المالية النيابية دعمها التوجه الحكومي لتعديل قانون سلم الرواتب بما يضمن إنصاف أصحاب الدرجات الدنيا من الموظفين لمواجهة غلاء المعيشة والتقلبات الاقتصادية. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.
تواصل أسعار صرف الدولار انخفاضها أمام الدينار في بورصات بغداد والمحافظات. وذكر مراسلنا أن أسعار البيع سجلت 146,500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغت أسعار الشراء 145,500 دينار لكل 100 دولار. ويذكر أن سعر الصرف الرسمي قد أعادته الحكومة إلى 132,000 دينار لكل 100 دولار. أكد وزير الزراعة عباس العلاوي أن هناك توجيها بتسريع عملية الاستيراد لمعالجة ارتفاع الأسعار بالسوق. وأضاف العلاوي أن الاستيراد مفتوح كما كان سابقا وبوتيرة أعلى، مطمئنا بأن الارتفاع الحالي لن يستمر كثيرا وسيعود السوق إلى وضعه الطبيعي. شجعنا الشركات الاستيرادية تستورد بدون دفع رسوم جمركية. الموسم الزراعي لعام 23 اللي أكمل الموسم الشتوي الموسم واعد إن شاء الله، ونتوقع المحصول اللي أنتج في هذا العام واللي إن شاء الله سيباشر به من 1/5 يصل إلى 4 مليون طن، وأعتقد هذا من فترة طويلة ما وصلنا لهيج كمية إنتاجية. موجة الأمطار هي اللي أثرت، يعني إحنا الآن كان في خطتنا ربما ما نوصل إلى 3 مليون طن في الخطة اللي معدة، لكن وجود الأمطار شجعنا على أن نزيد المساحات المزروعة بمليون دونم، وبالتالي زادت المساحة المزروعة وأثرت على زيادة الإنتاج اللي نتوقع إن شاء الله وخصصت أمواله. وايضا من خلالكم ومن خلال هذه المنصات الاعلاميه ندعو الفلاحين الى تسليم منتوجهم الى وزاره التجاره، لانه اتخذ قرار في اجتماع بحضور دوله رئيس الوزراء مع وزاره الماليه ووزاره التجاره انه الفلاحين راح يستلمون اموالهم خلال اسبوعين من بعد تسليم الحاصل ان شاء الله. اكد وزير الاعمار والاسكان بن كيري كاني ان الاشهر المقبله ستشهد تحركا جديدا في ملف السكن في العاصمة بغداد. وقال ركاني أن هناك عدة مشاريع سكنية ستفتح سواء في المدن الجديدة أو في أطراف بغداد، لافتا إلى أن احتياج العراق من الوحدات السكنية سنويا يقارب 250,000 وحدة على وفق معادلة تقسيم معدل العائلة على الزيادة السنوية في عدد السكان، وهو يقارب 1,250,000 نسمة. تقترب من نصف حجم الموازنة العامة للبلاد، هكذا قدر حجم الأوان المهدورة عبر المشاريع الوهمية والمتلكئة أو تلك التي ضربها فيروس الفساد، ملفات يحاول البرلمان تحويطها من خلال لجان نيابية لتقصي حقيقة هذه المشاريع والأجواء التي تمت إحالتها بها. أكثر من 300 مليار دولار استنزفت المشاريع الوهمية في عموم البلاد منذ العام 2005، أموال طائلة انتهى المطاف بها في جيوب الفاسدين من دون أي إعمار ونسبة إنجاز 0% للبنى التحتية. حراك برلماني لتشكيل لجان مشتركة هدفها كشف ملفات فساد خطيرة أغلبها ترتبط بأسماء أحزاب سياسية وشخصيات متهمة بالسرقة والهدر للمال العام. الفساد في بغداد فساد يرتبط ب عصابات، يرتبط بمافيات، يرتبط بجهات أخرى. لذلك على رئيس الوزراء إذ ما أراد أن ينجح ببرنامج الحكومي أن يوجه ضرباته إلى هذه المافيات في محافظة بغداد. ومع تعاقب الحكومات على العراق تقدر الأموال المهدورة على المشاريع الوهمية بشقيها الخدمي والاستثماري قرابة 45% من الموازنة العامة للدولة، فيما تسعى حكومة السودان إلى معالجة الأزمات المتراكمة ومن بينها صفقات الفساد وسط ضغوط سياسية كبيرة. لحد الآن لم يعاد النظر وإعادة العمل بهذه المشاريع المتلكئة وانصرفت عليها مليارات الدولارات، فهنالك إجماع من كل المخلصين في والاقتصاديين العراقيين على ضرورة معالجة هذا الخلل لإصلاح الوضع. وبالنسبة للنهج الذي انتهجه رئيس الوزراء الحالي مع كل الاحترام له، الضغوطات اللي مسلطة عليه كبيرة جدا، لكن هو الحمد لله عنده هامش ده يتحرك من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه بالوقت الحاضر. وفي آخر إحصائية رسمية لوزارة التخطيط فإن المشاريع المتلكئة
تصل إلى 1400 مشروع في البلاد، وبنسبة إنجاز لم تتجاوز 1%، ما يعني أن الإهمال وغياب الرقابة سهلا الطريق أمام مافيات الفساد وفقا لمراقبين. هذا واحد من مئات المشاريع المتلكئة التي طواها الإهمال منذ سنوات بسبب الفساد والشركات الوهمية التي ابتلعت مليارات الدولارات بالتعاون مع جهات وأحزاب متنفذة في السلطة. من العاصمة بغداد، فقار فاضل، الرابعة. منذ 2012 لم يكتمل المشروع أو ترتفع أركانه. مشروع سكني يبدو أنه كحال بقية المشاريع المتلكئة التي يدفع المواطن ثمن آفة الفساد التي سيطرت عليها. عدد من المتعاقدين أكدوا لمراسلتنا في ذي قار نور صادق أنهم تعاقدوا منذ 10 سنوات ولم يحسم أمر وحدتهم السكنية بعد. كانوا ياملون بسكن آمن يضمن لهم الحياة السعيدة، ودفعوا كل ما يمتلكون من أموال لمشروع سكني في الناصرية. في العام 2014 ومنذ ذلك الحين العمل توقف إلى هذه اللحظة ولا أحد يعرف الأسباب. احنا تقدمنا للمشروع بال 2012-13، جونا مجموعة من الموظفين يقول لك احنا هذا ترويج للمشروع، مشروع سكني ولوزارة الإسكان والإعمار، فتعاقدنا وياهم. سنة 2014، تعاقدنا على أساس نستلم الوحدة السكنية بعد 3 سنوات يكمل. دفعنا مقدمة، بعضنا دفعوا 20 مليون، بعضنا دفعوا 30 مليون، بعضنا دفعوا 15 مليون. اضطريت، لأنه بيتي صغير الحجم 125 وأنا عندي عائلة كبيرة، اضطريت أنه أبيع بيتي وأقدمت مقدمة البيتين، حجز بيتين مساحة بهذا الوحدات السكنية. كان عندي أمل أنه 3 سنوات أنا أتحمل الإيجار، أبقى قاعد بالإيجار 3 سنوات وأستلم بيتين حتى أرتاح أنا وعائلتي. ولكن مع شديد الأسف من 2013 وهسه احنا 2023، 9 سنوات ودخلنا بالسنة العاشرة، ما حدث أي تغيير بهذا المشروع. المتعاقدون مع المشروع دفعوا أكثر من 20 مليون دينار لكل وحدة سكنية، وهم ما يزالون ينتظرون النظر إلى قضيتهم بعد إغلاق جميع الأبواب بوجوههم. للأسف الشديد أنه الكثير من المشاريع الاستثمارية تحديدا في القطاع السكني تواجه مشكلة كبيرة، وهو أنه يعني ليس هناك ضمانات حقيقية بين يعني الوحدات السكنية وأصحاب الوحدات السكنية وبين الأشخاص المشترين، وبالتالي كثير من المواطنين حتى قاموا برفع دعاوى قضائية على المستثمر لأنه لم ينجز وحداتهم السكنية فضلا عن عدم وجود الخدمات المطلوبة. العديد من المشاريع السكنية في ذي قار شهدت تلكؤ إنجاز ما بين جزئي وكلي، بعضها يتم تسليمها ليتفاجأ العشرات من المواطنين إنهم يقفون على هياكل بناء غير مكتملة ويطالبون حينها بأموالهم لكن دون جدوى. من ذي قار نور صادق، الرابعة. إذا نتحدث عن هذا الملف مع المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان المهندس استبرق صباح، أهلا بك معنا. حياك الله. أهلا وسهلا. نعم سيد استبرق، نتكلم عن مشاريع لا تعد ولا تحصى، صنفت ما بين وهمية ومتلكية. أهلا وسهلا، يا مرحبا بكم قناتكم سادة المشاهدين الكرام. حياك الله. يعني نتكلم عن مشاريع قد لا تعد ولا تحصى، صنفت ما بين وهمية ومتلكئة، سيما المشاريع المتعلقة بالإسكان. يعني في البداية نسأل عن خطوات وزارتكم في التعامل مع هذه المشاريع. نعم، بالبداية فيما يخص هذا ردنا نتكلم عن المشاريع السكنية الواقفة أو المتلكئة أو الوهمية مثل ما سميت لحضرتك، لازم نفصل أو لازم نوضح جهود الوزارة أو مسؤولية الوزارة تجاه هذه المشاريع السكنية. وزارة الإعمار والإسكان تنفذ عدد من المشاريع السكنية تنفيذ مباشر من خلال إحالتها إلى عدد من الدوائر ذات من خلال عدد من الشركات ذات العلاقة التنفيذية، إضافة إلى عدد من المقاولين، وتتابع بشكل ميداني من قبل الوزارة ودائرة الإسكان المعنية
بهذا الملف. أما فيما يخص المشاريع الاستثمارية فقدر تعلق الأمر بوزارة الإعمار والإسكان إنها تصادق هذه المشاريع، هذه المشاريع من ناحية التصاميم تصادقها في دائرة الإسكان، أيضا تشرف على عدد قليل جدا من المشاريع. غالبية المشاريع السكنية الاستثمارية تعرفين اليوم هي تحال مباشرة عن طريق الهيئة العامة أو الهيئة الوطنية للاستثمار، ولا علاقة لوزارة الإعمار والإسكان فيها سوى المصادقة على تصاميم هذه المشاريع السكنية. نعم. طيب ليس هناك أي تعامل أو متابعة لهذه الشركات إن كانت وهمية أو متلكية، خصوصا نعم. تمت مصادقة على هذه العقود، وهذه العقود لا وجود لها يعني في الواقع للبعض منها، يعني في الوزارات السابقة خصوصا ما مر عليه 10 سنوات. كيف يتم التعامل معها والوزارة هي بنفسها صادقت على هذه الوحدات السكنية؟ نعم نعم سيدتي، منتي تعرفين حضرتك هذه المشاريع السكنية هي تنفذ بداخل هي تحال بشكل رسمي، تحال بشكل مباشر من قبل الهيئة العامة، من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار، سواء كانت هذه المشاريع في العاصمة بغداد أو المحافظات، وتكون المحافظات في في فيما يخص متابعة هذه المشاريع هي تتم متابعتها بشكل مباشر من خلال مجالس المحافظات أو المحافظات هي اللي تكون معنية. قدر تعلق الأمر بالوزارة فيما يخص المشاريع الاستثمارية المتلكئة. نعم، وزارة الإعمار والإسكان لدينا مشروعين بالحقيقة، هي مشروع التاجيات ومشروع العامرية. مشروع التاجيات تمت حل كافة القضايا به بتوجيه مباشر من قبل معالي السيد الوزير، والمشروع الآن يعمل وبشكل جيد وبنسب إنجاز جيدة فيما يخص مشروع التاجيات. أما فيما يخص مشروع العامرية فإنه سيتم فسخ العقد مع المستثمر وإيجاد السبل القانونية الصحيحة للتعامل مع هذا المشروع. طيب لو تكلمنا عن ما تحدث به وزير الأعمار عن حاجة العراق لقرابة 250 ألف وحدة سكنية سنويا من أجل معالجة مشكلة السكن، بهذا الصدد هل الوزارة عدت خطة أو خطط لإنشاء مثل هكذا وحدات سكنية، وأي المناطق التي ستكون لهذه الوحدات برأيك؟ نعم 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 تم إعداد تصاميم أساسية تفصيلية ل 15 مدينة تم مصادقتها للمدن السكنية. هذه المدن، مجموع المدن السكنية ستوفر بحدود 650 إلى 700 ألف وحدة سكنية أفقية في عدد من المحافظات العراقية. تم أخذ نظر الاعتبار مستويات الفقر في هذه المحافظات والحاجة السكنية بناء على دراسات تفصيلية بالتعاون مع وزارة التخطيط وكافة الجهات القطاعية والوزارات الحكومية ذات العلاقة. سيتم الإعلان قريبا إن شاء الله عن المدينتين في محافظة بغداد. المدينة الأولى هي مدينة الطارق السكنية في أبو غريب، والمدينة الأخرى هي مدينة علي الوردي التي تقع باتجاه محور النهروان. هذه المدن السكنية ستكون مدن جاذبة إن شاء الله، وتم تخطيطها وفق المعايير التخطيطية ومعايير الإسكان الحضري لتكون لتوفر الحياة الكريمة للساكنين أو المحتاجين للوحدات السكنية في هذه المدن، إضافة إلى احتوائها على كافة ما يلزمها من باقي الاستعمالات الأرض، من استعمالات الأرض الصناعية والتجارية والصناعية واستعمالات الأرض لأغراض النقل. نعم. وأيضا سيتم توفير داخل هذا كافة معايير الاستدامة. نعم، الشكر جزيل للمتحدث باسم وزارة الأعمار والإسكان المهندس استبرق صباح، كنت معنا عبر سكايب. تمكنت هيئة النزاهة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المتهمين في قضية الفساد الكبرى في مديرية التسجيل العقاري في الأنبارة، وذكر بيان للهيئة أن فرقها وبالتنسيق مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد نفذت أمر القبض الصادر بحق رئيس اتحاد نقابات العمال فرع الأنبار وضبط بحوزته 1,400,000 دولار و400 هوية تقاعدية مزورة تابعة للنقابة وأوراق موقعة على بياض،
مشيرة إلى تنظيم محضر أصولي بغية عرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص. ثبتت وزارة التربية 60,000 محاضر ضمن دفعة جديدة على ملاكها ضمن 6 مديريات، ليرتفع العدد الكلي للمحاضرين المصادق على تثبيتهم إلى 171,000. وقال الوكيل الإداري للوزارة فلاح القيسي أن المحاضرين الجدد ضمن الدفعة الأخيرة تم تثبيتهم على ملاك مديريات الإصافة الثانية والكرخ الثالثة وذي قار وواسط وميسان. وأضاف أن عدد المحاضرين المثبتين ضمن هذه الدفعة بلغ 60,073 شخصا، مؤكدا عزم الوزارة على إكمال هذا الملف. أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن وفدا دبلوماسيا وصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران في أول زيارة من نوعها منذ الإعلان عن استئناف العلاقات بين البلدين. وقالت الوزارة في بيان أن الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم التقى برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هورنارد دوست في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران، لافتا إلى أن الزيارة تأتي إنقاذا للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من السعودية وإيران والصين. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 3 قذائف صاروخية جديدة أطلقت من سوريا باتجاه الجولان المحتلة. وقال الجيش أن 2 من القذائف اجتازتا الحدود الإسرائيلية السورية وتم اعتراض أحدها، في حين سقطت الأخرى في منطقة مفتوحة، أما الثالثة فقد سقطت داخل الأراضي الأردنية. يأتي ذلك بعد ساعات قلائل على استهداف إسرائيل ب3 قذائف الليلة الماضية. الجيش الإسرائيلي أعلن الرد على هذه الصواريخ بشن غارات داخل الأراضي السورية. وأكد المتحدث باسم الجيش أفاخاي أدرعي أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مجمعا لجيش سوري وأنظمة رادار عسكرية ومواقع مدفعية تستخدمها قوات مسلحة سورية، لافتا إلى أن هذه الغارات جاءت بعد أن استهدفت مسيرة إسرائيلية منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمت لإطلاق القذائف من داخل سوريا باتجاه إسرائيل. في سياق متصل، أصيب 6 أشخاص في عملية إطلاق نار بمستوطنة جيلو جنوب القدس المحتلة. وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن خلفية هذه العملية أطلق نار في جيلو جنائية. من جهته قال المتحدث باسم شرطة إسرائيل أنه وفقا للاشتباه الأولى أن الحديث يدور عن حادثة جنائية. اتهمت روسيا كييف بالاستعداد لتنفيذ ما سمته استفزازا واسعا النطاق يهدف إلى تشويه سمعة موسكو على الساحة الدولية. وذكر بيان لمقر التنسيق بين الإدارات الروسية في أوكرانيا أن الاستفزاز يحاكي استخدام الجيش الروسي ذخيرة كيميائية في مقاطعة سومي بهدف صرف أنظار العالم عن جرائم قوات كييف، مشيرا إلى نقل مواد سامة إلى المنطقة حتى يتمكن الغرب من تسجيل استخدام القوات الروسية للأسلحة الكيميائية. في المقابل، أكدت كييف مواصلة القوات الروسية محاولتها التقدم نحو بخموت للسيطرة عليها بشكل كامل رغم تكبدها خسائر كبيرة. وقالت نائب وزير الدفاع الأوكراني أنا مليار أن الوضع في بخموت ما زال تحت السيطرة ويتطلب تدابير دفاعية مناسبة من الجانب الأوكراني لاستمرار التصدي لهجوم القوات الروسية في المنطقة من 4 اتجاهات. في الموصل، يختلف رمضان عن بقية محافظات العراق، فللموصليين أجواء وتقاليد
تمنح لهذا الشهر الفضيل خصيصة عن بقية الأشهر أو المناسبات. مراسلنا محمد الشبكي يقول أن التحسن الأمني الذي شهدته المدينة جعل الاحتفاء برمضان مميزا هذا العام. ليالي رمضان بات لها مذاقها الخاص في مدينة الموصل وخاصة في شارع الدواسة، فقد أضفى التحسن الأمني الذي شهدته المدينة طعما مميزا على الشهر الفضيل حتى ساعات الفجر، إذ تتزين البيوت والشوارع والمحلات مع إقبال كبير من العوائل للتبضع. رمضانية ما شاء الله عادت بكل أنواعها، الحمد لله وشكر لله، ومحافظة عايشة بكل طوائفها، وجانب المظلم الحمد لله عده، وأبصرت الموصل للنور إن شاء الله، والحمد لله وشكر لله. ولهذا الشهر طقوسه لدى الموصليين من عادات وتقاليد اعتادوا على ممارستها والتمسك بها، إذ يقضي بعض الناس أمسياتهم ويشاركون في ألعاب جماعية تقليدية، ويتجمع آخرون حول الطعام، أكلات وعصائر وحلويات شعبية تجدها هنا. الموصل يعني هي مشهورة بالمشويات وبالكبة والدولمة والباتشا بالدرجة الأولى، لكن الناس تعرف أنه رمضان شوية الباتشا ما، بس المشويات أنا يعني بالنسبة لي مرتين يمكن فطرنا يما أبو وعد وأبو قصي، هذول مشهورين يعني على مستوى. نرجع لبيوتنا وجه الصبح مثل قبل، عشان كنا نجي على هذا الحمام الدواسة الحديث نطلع وجه الصبح ونروح حج جامع نصلي ونطلع نعايد، والحمد لله البسمة على وجوه مبينة جميع شعب الموصل، باب البيض رجعت، باب الجديد رجع، راس الجادة، موصل الجديدة أصلا مثل الدواسة وأكثر، وسوق النبي أكثر. حينما يحل الليل في الموصل يمكن الشعور بجو رمضان المبهج في كل مكان، حيث تنبض المدينة بالحياة، الأسواق مكتظة حتى يحين موعد السحور. لكل مدينة طقوسها الرمضانية الخاصة، إلا أن لتلك الطقوس في الموصل وبالتحديد في شارع الحلب والدواسة طعم خاص وشعور مميز. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. قبل الختام تذكير بأبرز ما ورد في النشرة. تداعيات قصف مطار السليمانية تتفاعل، قائد قوات قدس يتهم أردوغان بمحاولة اغتياله، وواشنطن تفتح تحقيقا بالحادث. في طريقها إلى الرسمي، العملة المحلية تستعيد لياقتها أمام الدولار، والموازنة تراوح مكانها بأروقة البيت التشريعي. بأعداد لا تحصى وأموال لا تعد، المشاريع الوهمية تبتلع مليارات العراق، والبرلمان يستنفر لجانه لتطويق فاسديها. للمرة الأولى منذ سنوات، وفد سعودي في طهران، وإسرائيل تقصف أهدافا سورية ردا على صواريخ أطلقت على الجولان. النشرة انتهت. لمتابعة المزيد من الأخبار وأبدال الآراء والملحوظات حول نشراتنا، يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة.com وعلى منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. شكرا لطيب المتابعة، أترككم في رعاية الله.